وينضم معنا من القاهرة المعارض السوري ميسرة بكور. أهلا بك أستاذ ميسرة. أيضا كيف تفسر إصرار الولايات المتحدة بعدم رغبتها الإفصاح عن ما تحتويه الاتفاقية، وفي المقابل أيضا إصرار روسيا لنشرها وعرضها في مجلس الأمن لتبنيها دوليا؟ حقيقة لأن بسم الله الرحمن الرحيم، أولا السلام عليكم. حقيقة لأن أمريكا تخفي وراء الأكام ما وراءها. أمريكا تدعي صداقتها للشعب السوري، وبالتالي البنود التي ستوقع عليها أمريكا المفروض أنها تصب بصالح الثورة السورية، بينما روسيا هي بشار الأسد، ولا نستطيع أن نقول ممثل، بل هي أصبحت بدل بشار الأسد، وتريد الإعلان عن بنود هذه الهدنة، وأمريكا ترفض ذلك. إذن بنود الهدنة تصب لصالح روسيا، تصب في جيب إيران وبشار الأسد. ربما كما سرب حتى عندما قالت نيويورك تايمز بالأمس أن هناك خلاف بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية حول نقطة التعاون العسكري، وأنه لا ثقة بالروس. ربما هناك بعض البنود التي أتاحت أو تم تسريبها، إعطاء أماكن المعارضة التي تسمى معتدلة، أماكن تواجدها، أسماء قياداتها، عدد أفرادها، السلاح المستخدم، مخازن السلاح، شيء من هذا القبيل، وربما حديث آخر بموضوع تأجيل أو الاتفاق الكلي على موضوع عدم مناقشة بشار الأسد، وضع بشار الأسد في المرحلة السياسية، وهذا ما عبر عنه الروس بالأمس عندما طالبونا بتقديم بوادر حسنية، حيث لا يريدون منا أن نطالب بإسقاط بشار الأسد، ولا نعرف ما هي القضية السورية إن لم تكن قضية إسقاط بشار الأسد. أما اليوم عندما تحدث أمريكا أو تحدث عن الهدنة وتراجع عن الهدنة والحديث عن أن روسيا هي التي تعرقل الدخول المساعدات، يا سيدتي يا سيدي، ليس عرقلة، وليس كما قال المتحدث باسم الخارجي أن الشاحنات تواجه صعوبات عديدة على الحدود التركية. هي لم يسمح لها بالدخول الروس، ولا أقول نظام بشار الأسد. ودعني أذكرك بأن ديمسورا قال منذ يومين أن دخول المساعدات الغذائية إلى حلب، وخاصة المناطق المحاصرة في المنطقة الشرقية، لا يحتاج لموافقة بشار الأسد، وهذا نص حديث ديمسورا، بل يحتاج إلى إشعاري. ودعني أذكرك أو أذكر الجميع أن هناك قرار من مجلس الأمن تحدث بكل وضوح عن دخول المساعدات عبر الحدود السورية ودون موافقة بشار الأسد. لماذا الآن يصرون على طلب الإذن من بشار الأسد؟ لأن روسيا تريد بهذا الشيء أن تسوق بشار الأسد على أنه رئيس للجمهورية، على أنه النظام، على أنه المتحكم بكل هذا الموضوع. أنا أعتقد أن سنصل إلى مرحلة يدخل فيها المساعدات، ولكن هذه اللعبة السياسية بدأت واضحة، الرفع مستوى هل ترى المطالب الآن أستاذ ميسرة نحتاج إلى إذن، نحتاج إلى موافقة، الحكومة يجب التنسيق عليها. أستاذ ميسرة، هل من الممكن أن ترى في هذه الهدنة طريق لاتخاذ حل سياسي في سوريا؟ باختصار أستاذ ميسر. على الإطلاق الهدنة أو الاتفاق، وليس الهدنة، الاتفاق الروسي، الاتفاق الروسي الأمريكي، ومطالبة روسيا وفرنسا بالأمس عرض بنوده للعلن، هو من الألف إلى الياء يصب بصالح بشار الأسد. الاتفاق الروسي الأمريكي جاء لصالح بشار الأسد، وما كانت تفعله أمريكا سرا في دعم نظام بشار الأسد الآن بدأت تفعله بالتعاون مع روسيا. شكرا لك من القاهرة المعارضة السوري ميسرة بكور، شكرا جزيلا لك.